وقد قيل يوما إن مبدأ الفن بحد ذاته يعبر عن الحياة نفسها، وإذ يكون للفن أثر في حياة الناس وأداة للتفاهم الاجتماعي بين الشعوب دون ما الحاجة للترجمة، فترى الناس يتذوقون الابتكار والإبداع وما هم ببعيدين عن ألمهم، ألم جسده الفنانون السوريون التشكيليون في لوحاتهم عبر مراحل الثورة السورية. ففي معرض متواضع بغاز عنتاب التركية تتوزع 32 لوحة لثلاثة فنانين سوريين أقامه اتحاد الديمقراطيين بالتعاون مع مجلة فشل. يسعى الفنانون هنا بالقدر المستطاع نقل معاناة شعبهم إن كان في الداخل أو في دول اللجوء. المعرض بهدف دائما الرسم هو مرآة الشعوب مثل ما بيقولوا، وهو مثل ما بيقولوا سجل أو عم بيسجل تاريخ، فنحن عم بيسجل حضارات كمان، فنحن من هالباب نحن حابين نقدم شيء عن الظروف اللي عم نعيشها خلال هالثلاث سنين أربع سنين اللي مضيت، عم نقدم شيء بطريقتنا نحن. نحن حبينا نرجع للفن لأنه أساساً هو الوسيلة الوحيدة تبعيتنا لحتى نعبر فيها واللي نتواصل فيها مع العالم، بما أنه نحن بنرسم فهي الوسيلة الوحيدة اللي نتواصل فيها مع العالم عبر اللوحات، ألوان، الخطوط، الأشكال. لم يكن على سبيل المصادفة أن يكون المعرض تحت عنوان انتظار لشعب انطلق بثورة ضد الاستبداد، لشعب ما زال ينتظر ميلاد فجر جديد تخلصه من أثقاله وهمومه المستمرة لأكثر من 4 سنين مضت. عم نسأل يعني كشباب سوري أنه نرجع نحيي هالشيء، نوصل معاناتنا، معاناة شعبنا عن طريق الفن، لأنه الفن هي يعني كل حضارة اللي بيأرشفها بالتاريخ هو الفن، اللي بده يأرشف معاناة شعبنا، اللي بده يترخ معاناة شعبنا هو الفن اللي بدنا نزوركم يعني. فنانون سوريون من فئة الشباب ثاروا يوما على حكم نظامهم الدكتاتوري بريشتهم وصورهم، ووثقوا ألم شعبهم بجميع أصنافه، وسيكون على أي حكومة سورية قادمة في المعارضة أن تسعى بالفعل لاحتضان الفن وإطلاق العنان لإبداعاته دون ما تقييد لحرية تعبيره إن كان بالقلم أو بالريشة. الحكومة السورية المؤقتة تسعى إلى تقديم في كل الاتجاهات بما في ذلك الاتجاهات الفنية، وأنت تعلم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الثقافة في هذا الصدد، بالرغم من أن الإمكانيات كما تعلم الإمكانيات المتاحة إمكانيات ضئيلة جدا والصعوبات بالغة، إلا أننا نبذل أقصى جهدنا سواء من خلال الدعم المعنوي أو الدعم المادي الذي يمكن أن يتطور شيئا فشيئا في المستقبل القريب. على كل، يبقى الفن الراقي المعبر عن تفاصيل الناس محفورا في ذاكرة الشعوب وتحولاتها مهما تبدلت الظروف في جميع مراحلها. خلال مراحل الثورة السورية كان للفن التشكيلي دورا محوريا ومؤثرا على مسرح الأحداث بريشة الفنان السوري، ريشة أرهبت النظام وما تزال، وإذ يتحرر الفن السوري التشكيلي من النمطية البعثية فيرسم الفنان السوري كما يشاء لا كما يشاء النظام. أسامة حميد، أورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.